السلام عليكم الخوت. واحد رسالة بغيت نوصلها لخوتي مغاربة لمدة 13 عام وأنا تنعاني بها. 13 عام وأنا خدامة في واحد المخبازة في عين سلوقي. فاطمة الزهراء معاكم من مكناس. مدة 13 عام وأنا تنخدم في واحد المخبازة اللي دخلت تنخدم ميناج، خدمت في الباتيسري مدة 4 سنين، مشى البولونجي دخلت تنخدم بولونجي، من بعد تنخدم في القهوة اللي تنخدم من 8 الصباح حتى 12 الليل تنخدمها يوميا. تنخدم 12 ساعة ولا أكثر. المهم منين تندخل تتسد القهوة، منين تندخل الصباح تتسد القهوة، تنبقى خدام. تندير الخبز، تنعجن الخبز، تنعجن ونمشي نضرب المواعن في القهوه، تنخلي الماكينه تدور ونضرب المواعن في القهوه، نطلع نضرب المواعن في القهوه ونهبط نقطع العجينه ونديرها تخمر وندخل الباتيسري نضرب المواعن، ومن بعد نسالي في العشيه العجينه ديالي في الربعه، تنطلع تنبقى شاده القهوه تتسد القهوه بالليل، ومن قبل من تتسد على حساب 11 ونص فوق ما هذا على حساب القهوه. من بعد قبل ما نشد بولونجي كنت نخدم عنده في الباتيسري وتندير الميناج في القهوه وتندير الميناج في الباتيسري، وتعطيني نهار في السيمانه الدروج تنسيقهم، تنسيق له الدروج. دابا من بعد منين سد المخبزه قال لي راه جاتني الضريبه سدها في شهر جوج، قال لي دابا واحد الشهر ولا شهرين راه نولي نحلها، خلاني في القهوه تنخدم. من بعد جات كورونا جلسنا، من بعد منين جينا خدمنا جيت تنخدم، جيت نتخلص قال لي الدوله دارت معايا نقص 50%. كيفاش نقصت الدوله اللي دارت هذا الشيء؟ شحال تعطيني في هذا الخلاص؟ 15000 ريال. واش 15000 ريال عباد الله فلوس؟ نضرب انا يوميا وشهر كله باش يعطيني 15000 ريال؟ ضيعني 13 عام وانت مضيعني، مديك راري بيا عاد بديت عندك، مديك راري 2018 بلا بعامين. العامات الاخرين ما مديك راراش بيهم كاع، ما جبدهمش، ما مديك راراش بيهم كاع، ما جابدهمش. ثاني حاجه مشيت سولت مديك راري بيا ب 13 يوم وانا تنخدم يوميا، دابا شنو دار معايا؟ دابا منين سدات المخبازه عاد دار لي نبقى ندخل في العشره ونخرج في الجوج ونولي عاوتاني ندخل في السته ونخرج حتى الليل تسد المخبازه. منين درت به دعوه للمحكمه دابا داير بيا، دار بيا قاعد تيقول لي ندخل، تيهددني بالحبس، عندك الحبس ندخلك الحبس. انا 13 عام وانا مكرفصه، مكرفصه واحد كرفيصه راه ربي اللي عان. راه مني باتيسري، ميناج في الباتيسري، بولونجي، ميناج في القهوه، ميناج كنت نضرب الدروج، راه الغالب الله وعندي شهود، ماشي جيت وهضرت، راه عندي شهود على هذا الشيء، راه عندي شهود، عندي شهود. الحراره اش نقول لك؟ مكرفصه في رمضان، شي في رمضان شنو كان تيدوز عليا؟ بولونجي انا بوحدي تندير 1000، اقسم بالله اقسم بالله لا 1000 الخبز تندير في رمضان تكثر اللي تنديرها بوحدي. اللي تندير مني نعجن، مني نقطع العجينه، مني نطيب، عرفتي تنطير، راه ربي اللي عالم. تنطلق الماكينه تدور، تنمشي تنقطع، تنمشي تندير العجينه تتخمر، ما حيلتي الفران كنت مكرفصه بالحا الصيام وبلا الحراره وتكرفيس. ومن بعد فاش كنت تنسالي الربعه الخمسه نطلع للقهوه، تنطلع نشد نضرب المواعن خدامه، يجي شي كوموند تيقول لك هبطي تعجني، راه جاني واحد الكوموند هبطي عجني ليا، وتنهبط نضرب تنقيل النهار كله خدامه. دابا حاليا عاد وليت تنخرج بكري، خلى لي 15000 ريال قال لك، وعاد وليت تنخرج بكري، عاد ولا قال لا وماشي تنخرج، مازال شفت الشروبو، تيقول لك سيري تاجي في العشره وسيري تغداي وولي اجي في الجوج، وولي نخرج في الجوج ونولي نجي في السته، حتى السته هكاك حتى الليل حتى تيسدو. دابا بالنسبه لعملنا داك الشيء التكنولوجيات ما تنشد، لا ما عندي شتي نهار في السيمانه ما تنشدوش، ما تنشدش. منين تتكون شي حاجه ضروري تنجيب مراه ماشي تعجل ليا، تنجي الصباح نخدم في العشيه تنجيبها هي اللي تشد عليا في الكوزينه باش نمشي للحمام تنخلصها من جيبي. كون جيات ما تنشدش، مره شتي 13 عام مره وحده شديت 10 ايام، والسيده كاينه اللي جبتها انا خلصتها بالدوبل، درت لها 100 درهم النار، اقسم بالله وراه كاينه السيده الا عطيتها انا خلصتها من جيبي اللي خلصتها. ومنين دابا شديت حاليا شديت هذه 4 سنين فاش شديت بولونجي ما بقيتش تنجلس، ما عمرني جلست، ما جلستش، قلت لك 13 عام شديت 10 ايام فيها اللي شديت. نطلب ديالي تنطلب المسؤولين وسيدنا الله ينصرو وخوتي المغاربه يوقفوا معايا نشد حقي. 13 عام ما بغيتش نضيع فيها، دابا مكرفس عليا وتيهددني بالحبس،
دابا تيهددني باغي يدخلني الحبس. هادشي اللي تنطلب من عند خوت مغاربه وشكرا. تنزيد نطالبها بحقي، ما طالبش حتى شي حاجه، طالبها بحقي. هاد السيد بغى يدينا رزقنا، بغى ياكلنا فارقنا، وحنا تنطالبوا بحقنا باننا هاد السيد تنخدموا معاه كل نهار، ما مديكلاري بينا، ما تيخلصنا خلاص مزيان، ما تيعطينا لا حد من ادنى للاجور. هاد السيد واكلنا فارقنا. هذا تيتعنى عنده شي نفوذ ما عرفناهمش حنايا فينا هما، تيقول لنا سيروا سيروا طوالكم، ما غادي نعطيكم حتى شي حاجه، ما غادي ندير لكم والو، سيروا ديروا اللي بغيتوا، واخا تخدموا 100 عام ما غادي نعطيكم حتى شي حاجه. حنايا بغينا نعرفوا واش الدوله ما فيهاش الحق، واش ما فيهاش القانون. حنا بغينا حقنا ناخذوه بالقانون، وكل شيء فوق القانون، ما كاين حتى شي واحد فوق القانون. حنا بغينا حقنا تنخدموا معاه كل نهار. لا قبال مني، انا خمس سنين باش خدمت معاه، نفس الاجراءات اللي تيديرهم مع اي خدام تيديرهم مع الخدامه كاملين. السيستم واحد عنده، هو بانك تخدم اللي بغيتيها، اللي بغى هو يديرها، تولي خدام، دير بارمان، دير اي حاجه، اي خدمه ديرها. بالنسبه للبوخ داكشي اللي قالت كله حقيقه، انا اللي كنت نشوف، وانا اللي كنت حاضر، وانا اللي كنت نشوف على عين. تيبقى يقول لها ديري هنا، يطلع الفوق، هبطي لتحت، صافي ما كاينش. لا بغيتي تخدميها انت، ما بغيتيش الله يعاون. معايا مسكينه راه عرفتي، هي خدامه على امها، وخدامه على بنتها اللي 13 عام هو خدامه معاه، وما تتخلص لها في سينيسيس لا والو، ما مديكلاري بها باش تخلص في سينيسيس. محيدها لها حتى الدوله اللي عطاها القانون، محيدها لها باش ما يخلصش هو الضريبه، باش ما يجيش الضريبه غالي. وهاد السيده ما عندها مسكينه لا تالي لا والو، عندها غير هي صحتها مسكينه هي اللي واقفه عليه. وهذا الشيء تمارا راه سبحان الله العظيم، ربي اللي عطاها الصحه باش دير ديك التمارا. شي جوج رجال الله ما يديروا ديك الخدمه اللي كدير هي. كلمة أخيرة تنطالب أخوتي، بغيت هي من الحق ديالنا، بغينا الحق ديالنا ما يضيعش، وبغينا بغينا بغينا القانون يطبق على 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 على, على الجميع، ما يكونش اللي ما عندوش الحق، واللي عنده القانون تيطبق على اللي الفقراء، بغينا يطبق على الجميع. السلام عليكم، أنا بالنسبة ليا السربعي، كنت خدام مع هاد السيد هذا، نفس المشكل مع الإخوان هادو، تا هما فلوس ما تتخلصوش. يا با سالير، خدامين هكاك بحال اللي عشوائيين. والحمد لله فصلت الحق ديالي، قال لي سير ما تقصرش، انا خدمت مع واحد المده ديال عامين. واخت فاطمه الزهراء كنعرفوها مسكينه قديمه، هي معاه في المحل، عندها بنيه، عندها مها مريضه، عندها مسكينه ظروف قاسيه، و13 عام تيستغل فيها، والله ياخذ الحق. وكنتمناو هذا الشيء ما الاخوان كيسمعونا ما يتكررش، و نتمنوا الخير ان شاء الله. تنتمنى ناخذوا حقنا وما نضيعوش هادشي اللي كاين. حنا ما تعديناش في هاد السيد هذا، هو تعدى علينا.